كده. طيب قبل ما نبدأ بقى نكمل على طول، يعني في حد عنده أي استفسار عن أي حاجة؟ في حد حل حاجة في الإكسرسايز وقفت معاه سريعا كده؟ أي أسئلة في اللي حصل في المرة اللي فاتت؟ طيب احنا وقفنا المرة اللي فاتت على الرسمة ديت، خلاص اللي هي موجودة عندنا في الجزء ده. هنبتدي نرسم الدايمنشن الموجود عندنا، الشكل ده بالدايمنشن الموجود عندنا. شوف الناس بتاعت الشات كده تمام أوي، خلاص الناس كلها بتقول الصوت تمام الحمد لله، يعني مشكلة الصوت يعتبر كده اتحلت. طيب زي الفل. هنعمل الرسمة الموجودة قدامنا بالدايمنشن الموجودة دي، احنا عايزين نعمل في الآخر ايه الهاند ويد اللي قدامنا دي، خلاص. فهنبتدي نرسم أول استباية اللي هي الجزء اللي ايه اللي في النص، هبدأ من الهب اللي في النص ديت. طيب الدايمنشن بتاعتها موجودة عندي اهيت، اللي هي 25 و45، وبقية الدايمنشن احنا شايفينها قدامنا دي، رسمتها قدامكم المرة اللي فاتت اهي بالشكل ده. طيب ايه الخطوة اللي ناقصالي؟ هعمل ريفولف بالشكل ده، هبتدي أعمل ريفولف حوالين انهي اكس؟ اكيد هقول له حوالين الاكس ده، هبتدي يديني الشكل اللي انتم شايفينه ده. خلاص كده يبقى انا كده عملت اول جزء عندي في الهاند ويل بتاعي. الخطوه اللي بعد كده هبتدي اعمل هستخدم التكنيك اللي احنا قلنا هنتعلمه المره اللي فاتت، اسمه المالتي بودي تكنيك. ايه المالتي بودي تكنيك؟ ان انا هرسم اتنين بودي ما لهمش مش لامسين بعض يعني، فالسوليد هيراهم اتنين بادي، على غير اللي احنا متعودين عليه ان انا برسم بادي واحد ايه في البارت بيبقى بادي واحد، لا المره دي انا هعمل اتنين بادي. طيب تعال نشوف كده، انا هرسم الجزء دوت على انهي بلين؟ الناس تبتدي تفكر معايا. هيبقى على الفرونت بلين تمام كده، او انا فاتح الفرونت بلين مش لازم ارسمه هنا طبعا، ارسمه في اي مكان معايا الشاشه كلها شغاله معايا. فانا هبتدي اخد جنب كده واعمل السلوت بتاعي اللي هو شبه الشكل اللي موجود عندي، اختار ان الدايمنشن تبقى من بره. واختار ان هو يبقى طريقة رسمه بالشكل ده، وبعدين ابتدي اديله الدايمنشن اللي موجود. اول حاجة عندي ان انا المسافة ما بين السنتر بتاعه وما بين اللاين اللي هو على راس الهب دوت 6 مللي. طبعا متعلمين المرة اللي فاتت اللي هي الماوس جيت شوف، اقول ده 6 مللي، هيبتدي يرفعه لفوق، وبعدين القطر الخارجي دوت 25، القطر الثاني 30، المسافة بين الاثنين سنتر كام؟ خمسة. اوكي كده هو كده كده خد ايه 5، لان انا حاكمه بال 25 و30، فهو لازم تطلع مسافة 5 تمام كده تمام. طيب ايه اللي ناقص في رسمتي؟ ناقص في رسمتي ان انا اعرف المسافة ما بين سنتر بوينت والايه والسنتر لاين، لان هو لحد دلوقتي هو مش عارف ايه علاقه البوينت دي بالاوريجن زي ما احنا قايلين. يبقى احنا لازم دايما نركز في ان احنا الرسمه بتاعتنا تبقى مالها دايما تبقى فول ديفاين. طب هل انا ممكن اخدها على طول من الايه
من الاورين، بس لما اجي اعمل ريفولف هحتاج السنتر لاين، فانا هضطر ارسم لاين. اصل اللاين ده ماله؟ سنتر لاين او كونستراكشن لاين. وابتدي اقول له الدايمنشن بتاعتي من هنا لهنا كام؟ المفروض نص المية وسبعين. طب انا عايز اجيبها اقعد بقى ما اقعدش اقسم على اتنين، لو عديت الناحية التانية هو هيعملها لي على طول. ايه شايفين كده؟ هي نص قطر كده، هو ايه قطر، لان ده سنتر لاين. فطالما سنتر لاين يبقى انت هتلاقيه هو ايه سنتر لاين، يبقى نص ايه، يبقى النص قطر او اللي انت هتلف حواليه. فالمسافة دي هتبقى 170. تمام كده، تمام كده، اهي 170 عندي خلاص. يبقى ده اللي انا هعمل عليه ريبول. الرسمة عندي بتاعتي كده خلاص فول ديفاين كده، هو جاهز ان انا اعمل ريبول. هروح على الفيتشر اعمل ريبول. طبعا هو هيفهم على طول مجرد ما اديله الايه سنتر لاين ده، هيفهم ان انا عايز اعمل ريفولف للايه للسكتش. اقول له اوكي كده انا عملت السكتش. انا بس في حاجه كنت يعني نسيت اوريها لكم الاول، هعمل كنترول زد تاني معلش. نركز هنا، ها نركز في الحته دي. شايفين مكتوب ايه الاول هنا؟ سوليد بادي ماله؟ واحد. ليه انا ما عنديش غير سوليد بادي واحد؟ ماشي كده، انا ما عنديش غير سوليد بادي واحد. طيب اول ما اعمل بقى ريفولف وهقول له ان هو ده وهقول له اوكي، ها ايه اللي حصل هنا؟ بقى في اتنين سوليد بودي، بقى في اتنين سوليد بودي، ريفولف واحد، المفروض ريفولف اتنين، بس عشان انا عملت كنترول زد ورجعت عملت ريفولف تاني فهو حسب لي ان في واحد انا ايه كما لو كنت مسحته يعني. تمام كده، فانا كده عندي اتنين بودي، اتنين بودي مالهمش دعوه ببعض، اتنين بودي في نفس الرسم. خلاص كده، لما هبتدي بقى اعمل لهم ميرج مع بعض هيبقى يرجعوا تاني ايه بادي واحد. بس انت ممكن ترسم اكتر من بادي في ايه في بارت واحد، ده اسمه المالتي بادي تكنيك. طيب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ الخطوه اللي بعد كده ان انا هتعلم فيها يعني اعمل سويب. يعني ايه اعمل سويب؟ اول ما اقول كلمه سويب يبقى على طول يجي في دماغك حاجتين، يبقى يجي في دماغك حاجتين. الحاجه الاولى انا عايز بروفايل، وعايز الحاجه الثانيه باث. عايز بروفايل وعايز باص، او باص وبروفايل، ايا كان. اول ما اقول سويب يبقى انت لازم حضرتك تديني حاجتين، اول حاجه السويب اللي الباص بتاعك، ثاني حاجه الايه البروفايل. تمام كده، تمام. يبقى اول حاجه هرسمها عندي الايه الباص زي ما احنا شايفين كده. طيب الباص ده هترسم فين؟ لو احنا ناخد بالنا كده ما بين السكتش ده وما بين السنتر بتاع الهب دي الجزء اللي فوق ده. طيب نبتدي كده ننفذ. يا جماعه الناس تركز عشان انا هنرسم مع بعض تاني الموضوع ده. انا هعمل هنا هظهر السكتش بتاعي اوكي كده، وهجيب برضو على الفرونت بلين. تمام كده، وهبتدي ارسم الباص بتاعي. بيبدا بلاين، بعد كده ارك، بعد كده ارك تاني، بعد كده لاين. طيب لاين بيمر بدايته منين؟ لاين من ايه؟ من السنتر. يبقى هاجي كده عند السنتر وهرسم لاين. تمام كده بتديني لاين. ناخد بالنا من الحركه دي بقى كده، انا هكبر اهو، انا هرجع تاني لنفس البوينت وهشد تاني، هتلاقي بقى معايا ايه ارك، تحول معايا لاين لارك. نفس الموضوع المفروض يديني لاين، هرجع تاني واشد تاني هيبقى ارك. دي طريقه اسرع عشان اتحول من ارك لايه للاين. تمام، بدل ما ارجع واطلع فوق واعمل تاني ان انا عايز ارك، لا انا على طول مجرد ما هشد اللاين وارجع تاني نفس البوينت اللي كنت فيها هيفهم المفروض ان انا عايز اعمل ارك. ابتدي بعد كده اديله بقى الايه المحددات بتاعتي. اول حاجه ان الارك ده هيمر المفروض بالسنتر بتاع الايه الدايره دي. طب انا هجيب السنتر بتاع الدايره دي منين؟ او ممكن اقوم جاي اعمل كده واقف عليها كده وهقول له convert entity، يعني حول لي الانت دي للرسم.
هو لو ناخد بالنا كده بقت لاين اسود اهو، بقت لاين اسود اهو، خلاص كده ما كانتش موجوده. دي كده بقى ضمن الرسم بتاعي، ومالها فولي ديفاين ليه؟ لان هي على نفس الايدج دي، فاي حاجه بحتاجها من بارت رسمه قبل كده، او من جزء انا رسمه قبل كده، او من رسمه او سكتش رسمه قبل كده عايز ارميه في السكتش الجديد بتاعي، مجرد بعلم عليه واقول له كونفرت انتيتي بيقوم رميهولي اكنه عمل له كده زي مرايه كده، او اسقاط بالظبط يعني الكلمه المظبوطه لتعريف الموضوع ده الكونفرت. انا بعمل اسقاط لللاين دوت على الايه، على الجزء ده، على السكتش الجديد بتاعي. هبتدي اعلم على اللاين بتاعي واختار البوينت اللي هي السنتر، هيقول له الاثنين دول عايزهم مالهم كوينسيدنت، الاثنين دول عايزهم مالهم كوينسيدنت، هنلاقي اللاين بتاعي ماله بقى فولي ديفاين. طيب انا عايز اللاين بتاعي يبقى اخره الاكس دوت الباص بتاعي يعني. طيب ايه تاني؟ انا عايز الاثنين ارك دول المفروض اول حاجه تانجنت، هو اوريدي تانجنت. ايه تاني عايزهم؟ ايه ايكوال، الاثنين دول لازم يبقوا ايكوال. تمام قوي. ايه ناقص تاني؟ ان ده ان الارك واللاين يبقوا تانجنت. طب ايه تاني ناقص؟ برضو لسه الرسمه بتاعتي ما بقتش فول ديفاين، ان الارك ده يبقى كام؟ 29، وبالتالي التاني لازم يبقى 29، لازم التاني يبقى 29. اه الشغبيك ابتدت. طيب يا جماعة معلش يعني ليه كده يا جدعان؟ أنا آسف يا دكتور، بس ده حد دخل بالغلط. تمام ممكن بس حضرتك في الشير سكرين في عندك فوق في شريط، بس هو الشير سكرين احنا نسينا نمسح. ايوه الموجود فوق في الشير سكرين في فوق ثلاث نقط هنختار منهم ديسيبل بارتيسيبنت انوتيشن. تمام كده يا دكتور؟ شير سكرين فوق في الشريط فوق. تمام. اه تمام. ماشي تمام نكمل. هو اللي عمل كده انا طلعته بره اساسا. تمام مفيش مشكلة يعني عادي، الأمراض النفسية دي موجودة على طول يعني. 55 هيبقى النقطة ما بين السنتر الارك ده والسنتر التاني 55 كده. الرسمة بتاعتي كلها بقت ايه؟ بقت فولي ديفاين. الرسمة دي كلها بقت ايه؟ فولي ديفاين. طيب انا كده عملت في السويب، عملت ايه؟ عملت الباص. طيب هل خلصت كده رسمتي؟ لا والله، ده انا ده لو سبته كده هيبتدي يعمل لي ايه مشكله، وانا بعرفه الباص هيبقى عنده اثنين لاين او اثنين باص، فهبتدي اقول له ده اللاين ده كده حولته لي فور كونستراكشن، فور كونستراكشن. اوكي خلاص كده، يبقى انا عملت اول حاجه مطلوبه مني عشان اعمل سويب. طيب ادي الباص بتاعي، ايه اللي مطلوب تاني مني عشان اعمل سويب؟ البروفايل اللي ايه؟ البروفايل. طب انا هعمل بروفايل ازاي؟ هاجي عمودي، لازم البروفايل بتاعي يبقى عمودي على الايه؟ الباص. لازم البروفايل بتاعي يبقى عمودي على الباص، وهرسم الاليبس اللي احنا شايفينه قدامنا ده. طيب هاجي عمودي على الباص، هرسم على انهي بلين عشان عمودي على الباص؟ على الرايت بلين، على الرايت بلين كده انا عمودي على الباص. اوكي تمام، هختار اليبس ماشي كده. طيب ايه بقى مواصفات الاليبس دي؟ ان هو البوينت الرئيسيه دي الرئيسيه 12، دي كده 12،
والعرضية دي هوريزونتال 14، دي 14. هل كده خلاص؟ لا، لازم أعرف بقية الإيه، بقية الريليشن. طيب إن أنا البوينت بتاع السنتر بتاع الأرك ومع البوينت بتاعت الباص بتاعي، انتوا شايفين انا بعمل ايه كده ولا لأ؟ طب قبل ما اوافق، شايفين اهو تاني كده، هجيبها لكم الجنب اهو، ده الباص بتاعنا يا جماعة، وادي رسمتي اهي في بلين عمودي على الباص. خلاص كده انا مسلكت الاتنين بوينت دول، هقول له ان السنتر بتاع الاليبس على السنتر بتاع او على الستارت بوينت بتاعت الباص بتاعي، هقول له الاثنين دول مالهم؟ كوينسيدنت. طيب ايه تاني؟ هقول له ان البوينت دي والبوينت السنتر والبوينت التاني دول كلهم على كام؟ فيرتيكال. دول كلهم ايه؟ فيرتيكال. تمام كده؟ ها، حاجة تانية ناقصة كده؟ لا، كده رسمتي مالها؟ فولي ديفاين. كده خلصت البروفايل، هقول له شكرا. واضح كده يا جماعه اللي انا بعمله؟ اه، ادي البروفايل وادي الباص. مطلوب مني ان انا انفذ امر ايه؟ سويب. اول ما هفتح امر سويب هلاقي مديني مستني اهو بروفايل، ايه تاني؟ باص، بروفايل وباص. طيب اعرف له البروفايل، اول حاجه هو البروفايل بتاعي، يا اما بعرفه له من السكتش. ثانيه واحده يا جماعه، خليكم معايا ثانيه واحده. طيب ادي انا هنسلكت البروفايل. طيب انا لو مش عارف اسلكت البروفايل مثلا من الرسم زي ما بيحصل دلوقتي، انا كده ممكن اسلكت. طب انا مش عارف اسلكته، انا ممكن اقوم فاتح وهقول ان البروفايل بتاعي انهي رسمه اللي هي اخر سكتش انا رسم. لو بعدنا عن الرسم خالص كده اهو، هو خده على طول اهو، لو انا مش عارف اسلكته من البارت نفسه. وهاجي على الباص، هسلكت سكتش 4 من الباص، هو على طول اوتوماتيك نفذ لي الايه؟ السويب بتاعي، هو نفذ لي السويب بتاعي. هقول له اوكي. نبص بقى هنا تاني، رجعنا ان السوليد بودي بقوا كام؟ بقى واحد. ليه؟ لان انا ربطت ما بين الهب وما بين الايه؟ وما بين الايه؟ الويل اللي هي الهاند بتاعت الويل. اوكي كده؟ طيب هل هو دي شكل الهاند ويل اللي انا عاوزها؟ لا. هرجع بقى خلاص، انا مش محتاج الحاجات اللي انا كنت عامل لها فيو دي، هعمل لها هيدن خلاص الرسومات بتاعتي عشان يبقى شكل الرسمه بتاعتي بس او شكل البارت بتاعي مظبوط. تمام كده. طيب نكمل بقى، احنا اتعلمنا ايه المره اللي فاتت؟ اتعلمنا السيركولار باترن، السيركولار باترن، هبتدي اطبق اللي انا اتعلمته في السيركولار باترن دلوقتي اهو في الرسمه اوريدي بقى ايه محتاجها. طيب اول حاجه هيقول لي انت عايز تعمل سيركولار حوالين ايه؟ هقول له حوالين السيركل دي، او خليها الفيس ده. لا كده هو ما فهمنيش، ديليت. انا عايز اعمل دايركشن ده خلاص كده اللي هي الايدج دي. طيب عايز اعمل كام واحده؟ اعمل 3 عن الشيل بطيء شويه، 3 طيب ايه اللي انا عايز اعمله اصلا؟ سيركلر باتر هو جزء هعمله 3 سيركلر باتر. خلاص كده انا ايه نفذت اللي انا ايه محتاجه. كده انا عملت الايه سيركلر باتر بتاعتي، وكده انا خلصت الايه الويل بتاعتي. تمام، ادي السيركولار باترن بنعملها. ماشي، في حاجه اسمها التمبر اكسيس، ممكن اديك وانت عنها. انا استخدمت الايدج دي، وهنا بنستخدم التمبر اكسيس عشان تتعلموها بس.
ماشي بالمرة برضه. في حاجة اسمها يا جماعة temporary axis. temporary axis اهي دي الاكسيس اهي، بجيبها من reference، من feature reference، reference geometry axis. هو دلوقتي بيقول لي انت عايز تعمل اكسيس اكنه ريفرنس ليا، اقدر اعمل حواليه ريفولف، اقدر اعمل عليه حواليه سيركلر باترن، اقدر اعمل بيه اي حاجه. طيب هل انت عايزه 1 لاين ولا حوالين سلندر ولا 2 بوينت ولا 2 بلينز؟ كل دي اوبشنات ممكن تستخدمها. اللي احنا محتاجينه في حالتنا دلوقتي ده اللي هو الايه؟ سلندريكال. خلاص طب فين السلندريكال؟ اقول له حوالين، اختار اي سلندر يعني من عندنا دول اهو كده، فهو عمل لي ايه؟ الاكسيس اهو اللي احنا شايفينه الاصفر ده. هقول له اوكي، ادي الاكس اهو عمله لي، ما هو واضح موجود عندي في الفيتشر مانجر بتاعي او الفيتشر تري بتاعتي. ماشي كده تمام. ادي الايه؟ التمبرري اكسيس. نكمل كده، خلصنا الايه؟ الهاند ويل بتاعتنا. فاضل الشامفر، ممكن برضه نعمل الشامفر اهو. اجي هنا واختار من هنا من الفريت، افتح كده شامفر، اني ايدج اللي انت عايز تعملها. طبعا عندي كذا اوبشن للشامفر، انا دلوقتي عايز اعملها بالشكل اللي انتم شايفينه، انجل ديستانس، ولا عايز اعملها ديستانس وديستانس، او عايز اعملها زي الفيرتكس كده. تمام، دي طبعا كلها التحديثات بتاعت 2020، هما كانوا اتنين دول بس، اختارين دول بس، اوفست فيس يا اما فيس فيس. ماشي كده، احنا هنختار اللي هي العادية خالص، هنختار ان احنا عايزين نعمل تشنتر الايدج دي. خلاص هو عاملها هنا انجل وديستانس، انا اشوف ان هي موجودة عندي كام او ايه. الموجود عندي distance to distance 4 و2، 4 و2. خلاص كده 4 و2، دي 1 و4. طيب يبقى انا هختار distance to distance، لا مش symmetry. طبعا في اوبشنين، لما اختار distance to distance بيعملهم لي يا اما symmetry يا اما ايه؟ asymmetry. فانا هختار asymmetry، يعني ايه؟ يعني مش متشابهين. طيب انا عندي اول واحدة باربعة والتانية باتنين، خلاص هيدينا الشكل اللي احنا شايفينه. اقول اوكي كده، عملت شنفر للايه؟ للعرض بتاعتي عشان تبقى شبه الايه؟ المفروض، او حسب الديزاين ما هي معايا. بس اخر حاجه خالص، انا ممكن اقعد بقى ابيرنس، او اقعد شكل ماتيريال معين. يعني احنا ممكن ناخد الشكل ده مثلا بتاع الكفر الوي، هيفتح لي الابيرنس لايبراري. معلش ارسل لهم الكمبيوتر بعافيه. مثل كفر، دي الوان الكفر كلها، يعني اختار اي حاجه منهم حسب برضو ما انت عايز الديزاين بتاعك، ودوس عليها دبل كليك، هبتدي احول لي الشكل بتاعي للون بتاع الايه؟ الكفر. ماشي كده، اي لون بقى انت محتاج تختاره مفيش مشكله يعني. خلاص كده، يبقى انا كده اديت الايه؟ البارت بتاعي اللون اللي انا ايه عايزه، او هو لو انا اخترت ميتال معينه هو اوريدي بياخد اللون بتاع الميتال دي. تمام كده، تمام. انا هرجع معاكم تاني كده للمحاضره دي قبل ما انقل على الجزء التاني بتاع الشيء، وهطلب منكم واحده واحده كده نعمل الايه؟ نعمل الايه؟ الهاند ويل دي كده، ومعانا ربع ساعة من دلوقتي نعمل الهاند ويل.
هنفتح المايك وهنفتح الشير سكرين لو حد عايز او عمل وايه عايز يورينا هو عمل ايه. اتفضلوا يا في حد خلص اي حاجة؟ في حد خلص اللي احنا عملناه الجزء حتى الاولاني دوت الهب؟ طيب يا باشمهندس عمر، يعني مفيش مشكلة، ممكن تورينا عملت ايه يعني؟ بص عمر، حضرتك ممكن دلوقتي تعمل شير سكرين. برافو جدا. بس قول لي الاول انت اتعلمت سويت بقى المره دي معانا بقى، مش كل مره تقول لي متعلمها من بره. الله، انت بتنقل. الو، يا باشمهندس ايوه يا دكتور، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. سوي متعلمة من بدري برضو ولا معانا النهاردة في شوية حاجات اتضافت يعني؟ لا انا عاوز اقول لك ان الشكل ده اترسم قبل كده اصلا. طب ايه يا باشمهندس، تمام كده خلاص. تمام ماشي، طيب تمام، الله ينور يا باشمهندس، خلاص شكرا تمام شكرا دكتور. ماشي يا هندسة، شكرا جزيلا، شكرا. مهندس عبد الله، طب ماشي يعني باشمهندس عبد الله يورينا الهب بتاع العمل. حضرتك ممكن تعمل شير سكرين؟ ينفع ابعت صورة؟ انا فاتح من الموبايل. ماشي مفيش مشكلة، بس ابعت حتى على جوجل واتس. ماشي طيب، عموما عمال باشمهندس عبد الله يبعت لنا صورة الهب، احنا نرجع بقى للدرس بتاعنا عشان كده الوقت طول. اتمنى يعني الناس كلها تبتدي ترسم الهب وتحاول فيها وتعمل اكسرسايز وتبتدي تقول لنا وقف معاها ايه، او الدنيا مشيت، او كل حاجة تمام. تمام طيب نكمل بقى. عندنا النهاردة هناخد حاجة جديدة اسمها شيلينج اند ريبس. شيلينج اند ريبس عايز حضرتك بس يا دكتور الشير سكرين. ايه ده؟ وانا مفتح، انا فاتح الشير سكرين. لا هو لما حد بيفتح الشير سكرين بتاع حضرتك بيقع. اوكي تمام كده تمام. ايه تمام. طيب هناخد في ليسون 7 بقى ازاي نابلاي الدرافت، تمام كده، وازاي نعمل شيل، وازاي نكريت بلانس. البلانس ودي مهمه جدا يعني، الحته دي نحاول بس لما اجي اشرحها كده نركز فيها قوي موضوع البلانس ده، لان ده اساس الدروينج كله اللي هتقدر تبني بقى عليه شويه سكتشات ادفانسد شويه يعني. في شويه حاجات مش هتعرف ترسمها عادي على الاثنين بلان او الثلاثه بلان الموجودين عندك، فانت محتاج تخلق بلان جديد. هتخلقه ازاي؟ عن طريق اللي انا هقوله لك المره دي يعني. وازاي هنستخدم حاجه اسمها تول ريب، ماشي كده، والسيم فيتشر اعتقد دي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. طيب هنشتغل ازاي؟ دي خلصناها خلاص. لا شوف ده خالص، بلاش نعمله من الأول خالص. هنفتح يا جماعة الفايل ده شيلينج اند ريب من ليسون 7
كيس ستادي ليسون 7 كيس ستادي شيلينج اند ريبس دبل كليك. الناس بس تفتح البورد وتسيب كل حاجة بقى وتركز معايا. طيب أول حاجة هتتعلمها الناس اللي هي بتاعت اللي شغالة في البلاستيك بيبقى بتشتغل على حاجة اسمها اللي هو الانجكشن يعني، أو الانجكشن بتاع البلاستيك اللي كان بيعمل ايجكت يعني للماتيريال بتاعت البلاستيك جوه الاسطمبة ويطلعها بالشكل ده. طيب قبل ما هو بيعمل الديزاين بتاع الشكل ده عنده هنا بلانز، تمام، المفروض يتأكد ان هي لما يجي يطلع الجزء ده من الاسطمبة مش هيحشر معاه او هيبقى عامله مشكلة في الخروج، او هيجي يطلعه من الاسطمبة مش هيطلع معاه. طب مش هيطلع معاه ليه؟ لو البلان ده واخد شكل درافت مخالف او ضد اتجاه خروجه هيبتدي ما يطلعش من الاسطمبة. طيب احنا نكتشف ده ازاي؟ عندي تول جميلة جدا هنا في السوليد اسمها درافت اناليسيس. درافت اناليسيس عن طريقها ببتدي اعمل درافت. بيطلب مني اول حاجة الاناليسيس بارامتر، انا هاناليسيس الدرافت حوالين انهي بلان، هديله البلان اللي تحت ده، ده الريفرنس بتاعي اللي هو هياخد شماله ويمينه البلانز بتاعتي حسب ميلها بالدرجات. هنفهم دلوقتي. طيب هو عامل السهم ده كده لتحت، ده اتجاه الاناليسيس، انا هخليه لفوق، ماشي كده تمام. وهنخلي الديجري بتاعة الميل بتاعة البلان 2 ديجري، يعني الأقل من 2 ديجري هي إيه؟ هيجيبهولي. خلاص كده الأقل من 2 ديجري هيجيبهولي، وهقول له كالكوليت. هتلاقي عندك إيه؟ كل البلان هنا أخضر، يعني كل ده ميله أقل من 2 ديجري بالنسبة للسطح اللي تحت، فلما أجي أخرجه من الإسطمبة بتاعتي هيخرج عادي. تمام كده؟ تمام. امال ايه المشكلة فين عندي؟ المشكلة عندي في ده، البلان ده اقل من 2 ديجري والبلان ده اقل من 2 ديجري، فممكن وانا بطلعه يضايقني في الخروج وانا بطلعه، والبلان ده اقل من 2 ديجري. خلاص يبقى انا كده عرفت ان انا عندي ثلاثة بلان بعد ما خلصت الديزاين بتاعي. محتاجين على فكرة ده ديزاين، لو حد مركز كده ياخد باله كده، ده ديزاين مشترك. ها شايفين كده، ادي فتحات الفيشة اهي، وادي الفيشة التانية، تمام كده بلاستيك طبعا. ده الوش بتاعه. فدلوقتي انا وانا بخرج الجزء دوت من الاسطمبة بتاعته في البلاستيك، يعني ممكن يبتدي يكبر معايا او يحشر معايا بسبب الايه البلانز دي. طيب خلاص كده انا عرفت ان انا عندي مشكلة في الثلاثة بلان دول، هقول له اوكي وهبتدي ابلاي عليه، استخدم درافت تول. درافت تول هلاقيها فين؟ هفتح فيتشر درافت، هو مظبوط على 2 ديجري، ممكن نغيرها زي ما احنا عايزين. طيب بالنسبة لأنهي بلان برضو الريفرنس بتاعي أنهي بلان، هقول له الريفرنس بتاعي البلان ده. طب ايه هي الفيسز اللي انت عايز تعمل؟ هل هو اتجاهه كده؟ لا طبعا، اغير اتجاهه، انا عايزه لفوق، هيميل على البورت اللي جوه يعني. طب ايه هي الفيس اللي انت عايز تعملها درافت؟ اقول له انا عايز اعمل درافت للفيس ده والفيس ده، التلاتة فيسز اللي فيهم مشكلة والفيس ده، تمام كده. وهقول له ابلاي. هو كده لو حد خد باله خلى البلان ده يميل ب 2 ديجري، والبلان ده هيميل ب 2 ديجري، والتالت نفس القصة. خلاص كده هو نفذ، قلت له اوكي شكرا. هرجع تاني اعمل التشيك بتاعي evaluate درافت اناليسيس، وادي البلان بتاعي، واغير الاتجاه واقول له كالكوليت. هلاقي البلانز بتاعتي كلها بقت ايه، خضرة، يعني بوزيتيف درافت، يعني معاك 2 ديجري وانت طالع البلانز ديت اوكي معاك وانت بتخرجها من الاسطمبة. الاحمر ده يعني نيجاتيف بلان، يعني عكس اصلا اتجاه الخروج، يعني عكس اتجاه الايه الريفرنس بلان اللي انت مديهولي. طب نشوف ازاي، لو انا قلبت بس ده كده وقلت له كالكوليت، هتلاقي الرسمه كلها لو انا بخرج الجزء بتاعي في العائق في الاتجاه ده، هنلاقي كل الرسمه بتاعتي ايه بقت في النيجاتيف بلان. اوكي
يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي يعني نعمل درافت اناليسيس، وتعلمنا ازاي نستخدم الدرافت تول او الدرافت فيتشر. خلاص كده تمام. تاني حاجة هنتعلمها اهو، ده اللي انا لسه شارحه من شوية، ده درافت اناليسيس ب 2 ديجري، وبعمل الدرافت تول او الدرافت فيتشر، وبعدين بنفذ اعمل ري تشيك تاني، واتاكد ان انا اللي البلانز بتاعتي كلها تمام. بعد كده هدخل على حاجه جديده اسمها الشيلينج، اسمها الشيلينج. تمام كده. طيب ايه الشيلينج ده؟ لو انا دلوقتي عايز افرغ الشكل ده بسمك معين فوق يعني في خطوه واحده، لو انا عايز اعمله بالطريقه العاديه هبتدي اقعد ارسم بقى على الشكل دوت شكل نيجاتيف شيب للشكل اللي فوق، وهتاخد معايا بروسس كتير قوي 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 قوي. انما السوليد مسهل عليا خالص وقال لي انت هتعملها بخطوه واحده اسمها شيل. طيب والله انت هتعمل السيكنس بتاع الشيل بتاعتك قد ايه؟ هقول له السيكنس بتاعي 1.5 مللي، 1.5 مللي. طيب ايه هي البلينز اللي انت هتعمل لها؟ البلين اللي انا هعلم عليها يا جماعه ده يعني هيتمسح، هيطلع بره الايه الشل، يعني الشل هتطيره خلاص كده، هيتمسح ويبقى الجزء اللي ايه بقيه الجسم هو اللي هياخد الواحد ونص. هنفهم دلوقتي ازاي. ايه هي الفيس اللي انت عايز تفتحها يعني في الجزء ده؟ هعلمه اول حاجه الفيس ده وكل الفيسز دي. تمام. وطبعا ما ينساش الفتحة بتاعة السلك، هيخرج منين يعني السلك اهو. كل الفيسز دي هو هيقطعها، واللي بعديها هيبتدي يديله الثيكنس اللي هو الايه الواحد ونص. تعال نشوف كده، ادي اول حاجة يعني. هو قطع ده كده خالص، الفيس الاولاني ده قطعه وخد من وراه اللي هو الثيكنس ده الواحد ونص ومشي بيه لحد جوه. تعالى نفتح من هنا كده اه، نفس القصه برضو، قطع ده وساب لي سيكنس 1.5، برضو نفس القصه في كل الفتحات دي بتاعت الفيش دي. قطع الجزء المقابل على طول واداني سيكنس في الهول كام؟ اه 1.5. تمام كده يا جماعه. يبقى انا كده عملت شيل. مجرد ما عملت الشيل دي انا خلصت كل اللي انا عايزه في ايه؟ وان فيتشر. الكلام ده انا كنت عايز اعمله بالطريقه العاديه كنت عملته في مثلا في 10 15 فيتشر عشان اقدر اعمل الحركه دي بالطرق اللي هي الكات والاكسترود كات والكلام ده. ف الاوبشن بتاع الشير بيسهل عليا كتير لو انا شغال في المنطقه دي. تمام كده؟ تمام. حد عنده اي اسئله قبل ما ننقل على حاجه تانيه؟ احنا كده خدنا الدرافت اناليسيز والدرافت فيتشر والشيل. تمام كده ماشيين معايا ولا في مشاكل؟ طيب تمام. يا باشمهندس عمر انت تمام من غير اي حاجه والله، انت جاي هنا بس يعني تمثيل مشرف. طيب اوكي نكمل. البلان وزارة can be used to create a variety of a plan using a different geometry action. طيب نفتح بقى، او بلاش نفتح، انا اللي افتح كده وانتوا ايه تابعوني بس. انا عايز اعمل سيف بس مش عايز اعمل سيف على الجزء ده، فهعمل سيف از معايا كده. هنعمل برضو لحد لو عايز يعمل سيف از يعني يبقى يعرفها ازاي بالمرة، وهعمله على الديسك توب. خلاص كده سيف از شيل اند ريبس على الديسك ماشي. خلاص كده ربنا يعزك يا باشمهندس، ربنا يخليك. ماشي يا باشا، هنكمل. هنفتح بقى
الجزء ده. ايوه اهو ريب واحد ده، ده اللي هنفهم عليه البلانز، ده اللي هنفهم عليه البلان. هو عامل لي الفيو بتاعي هنا وايرد عشان بس الناس تبقى فاهمة يعني. أنا ممكن أغير الفيو بتاعي من هنا أو من هنا، شدت أو شدت بوزيشن، أنا بحب أشتغل عليه كده. خلاص كده أدي الشكل بتاعنا أهو واضح. لو أنا عايز أبين الإيدج بس بتاعتي دي كده من غير الإيدج، عايز أبينها كده أوكي، عايز أبينها وايرد. وايرد دي يعني الداخلي هيبان داش لاين والخارج هيبان لك لاين سيك، في حاجة داخلة ايه هتبان معاك بالشكل ده. تمام كده تمام. طيب نرجع تاني ناخد الفيو العادي بتاعنا. انا دلوقتي عايز اعمل بلان، عايز اعمل بلان ريفرنس جيومتري، مختار بلان. طيب انا هعمل بلان، اول حاجة عندي في البلان اول حاجة عندي في البلانز اللي هو الايه الاوفست بلان، الاوفست ديستانس. يعني هعمل ايه؟ هعمل موازي للبلان، هعمل موازي للبلان. انا هعمل موازي للبلان ده، هو طبعا للأسف هو شغال بالانش. انا لو عملنا 10 ده هيسافر، فاحنا هنخليها مثلا 5 شوية عشان نشوفه بس. خلاص كده يبقى انا عامل بلان موازي للبلان ده بالظبط، ولكن على بعد 5 انش منه. طبعا انا لو فاتح عندي الجزء بتاعي بالملي هعمله بالمتر بالملي. طب وليه نتعب نفسنا؟ احنا ممكن نعمله اصلا. اه هنفتح اليونتس بتاعتنا ونخليها بالملي، وارجع تاني اقول له اعمل لي جيومتر بلان، وهيدي الريفرنس بتاعنا هيبقى بالملي. خلاص وريحنا اوكي 10 ملي. لو وافقت كده هو هيعمل لي بلان على بعد 10 ملي من من الفيس اللي انا ايه اخترت. وده كده اول طريقة معانا في البلان. ايه تاني؟ تاني حاجة انا هعمل بلان على ايدج، فيس ولاين. فيس انا اسف، بلان وانجل، بلان وانجل. يعني ايه؟ يعني هعمل بلان موازي الريفرنس بتاعه الاول ده كده، ولكن على ايه؟ على انجل. هبتدي اغير الايه الانجل. لا احنا كده محتاجين لازم نديله اللاين ده كمان، صح كده؟ ماشي كده. يبقى انا هعرف البلان ده عن طريق بلان ولاين، بلان ولاين. ليه؟ عشان انا اديله زاوية يلف حواليها كده. ابتدي اختار الزاوية اللي انا عايز. شايفين هو بس الكمبيوتر بطيء شوية، انا ممكن اعمل كده مثلا عشان نبتدي نشوف. نخلي دي 120، شايفين الانجل بتاعتي بتتحرك ازاي؟ اهي 150، هو بيلف حوالين اللاين. هشوف انا محتاج اعمله على انهي انجل وابتدي اثبته. طب ايه فايدة ده؟ ان انا ممكن اعمل عليه اي شكل كده. ممكن اجي هنا على البلان ده واقوم عامل سكتش مثلا يعني كده. هنعمل برضو حاجة، نعمل لها اكسترود بلاش تبقى كات يعني. هنعمل سيركل كده، ونختار ان هي تبقى اوكي كده بالشكل ده يعني بدون اي حاجة بسرعة يعني كمثال. وهعمل اكسترود. ناخد بالنا بقى، بصوا بقت عاملة ازاي، هي ماشية ازاي، خارجة من البلان اللي مايل اللي انا معرفه بزاوية. هنخليها تكسترود مثلا ميد بلين مثلا، وابتدي ازودها شوية عشان نشوف كده، وادوس اوكي.
طبعا انت عشان ترسم حاجة زي كده من غير استخدام الاوبشن بتاع البلان مستحيل يعني. طبعا يعني دي حاجة مش في الديزاين، بس يعني انا بس بعرفك ايه لازمة البلان. طبعا عشان ترسم حاجة زي كده عمرك ما هتعرف ترسمها من غير ما يبقى فيه بلان مايل عندك اندريد والسكتش كمان ممكن امسحه. تمام كده. طيب نكمل. ده كده بلان ما بين 3 فيرتكس. البلان ممكن يتعرف بثلاث نقط. البلان ممكن اعرفه بثلاث نقط. طيب هعرف البلان بالنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي مثلا. فكده انا عملت بلان ما بين الثلاث نقط، طبعا دول متوازيين والتانية. طيب ثواني كده، هرجع عند النقطة دي كده وهعرفها له إن هي تحت عشان يبقى واخد الشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن أخلي النقطة اللي هي رقم 2 دي مثلا تبقى دي مثلا، هيبقى شكله عامل كده. تمام زي ما أنا عايز أهو. يبقى البلان ما بين ثلاث نقط، ما بين النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي. يعني البلان بيتحدد بثلاث نقط. طبعا حضرتك عشان ترسم حاجة على البلان دوت يعني برضه من غير ما تستخدم، يعني عشان تطلع حاجة محتاج إن أنت ترسم فيها بلان زي ده، وأنت متعرفش موضوع البلانز استحالة يعني تعرف ترسم. أوكي طيب إيه تاني؟ احنا قلنا بلان على فيرتكس وايدج. لأ طيب نشوف الموضوع ده. هعمل هيدن البلان ده، هعلم على الايدج دي، هعمل بلان ما بين ايدج وما بين فيرتكس. تمام كده واخد الريفرنس بتاع الايدج دي والفيرتكس التاني. اوكي طيب ايه تاني؟ بلان ما بين دايرة. في حد فتح المايك يا جماعة تقريبا وبيلعب باين. طيب بلان ما بين بلان وبين تانجنت للدايرة دي كده هو منه بيربنديكولار، ممكن اخليه بارالل. يبقى هو يبقى تانجنت للدايرة دي وفي نفس الوقت برا السيرفس ده. طب اخليه بيرمنديكولار هيبقى تانجنت وعمودي على البلان التاني. خلاص كده ادي ده وادي ده. طيب دي مهمة جدا ونستخدمها كتير، موضوع الميد بلان. الميد بلان انا دلوقتي عايز ارسم بلان في السنتر بتاع الشكل ده، عايز ارسم بلان في السنتر بتاع الشكل ده من غير ما اوجع قلبي بقى. هقوم جاي على طول اعمل بلان ومختار الفيس ده والفيس اللي قصاده. خلاص هو اوتوماتيك بيحط لي البلان بتاعي في السنتر. ناخد بالنا كده شايفين السنتر عامل ازاي. انما الشكل ما يدكش ايحاء ان هو ده السنتر. بالرسمه دي كده تحس ان السنتر في حاجه غلط. لا هو ده السنتر بتاع بتاع الاثنين فيس اللي انت اخترته، هو ده السنتر ما بين. ماشي كده، ده كده اسمه ميد بلان. كده اسمه ايه؟ ميد بلان. تمام طيب ممكن نعمله بارل قلناها قبل كده بس عشان الفيس كان مايل يعني اما اعمله كده اما اعمله كده بعمل اوفست يعني قصدي فليب اهو. تمام ممكن اعمل ايه فليب واديله ايه الديستانس اللي انا عايزها. آخر حاجة معايا إن هو يبقى عمودي على
لاين وبوينت، لاين وبوينت. طب دي هجيبها منين؟ هبتدي افتح الفايل ده من سيشن 7 في الكيس ستادي، واختار الشكل ده او الجزء ده يعني، وهقول له انا عايز اعمل ريفرنس بلان على البوينت دي وعلى اللاين ده. طبعا انا هقول اوتوماتيك ايه بيربنديكولار على الايه، على اللاين. اه يبقى انا عملت البلان، السنتر بتاعه هي البوينت اللي انا اخترتها، وهو عمودي على الايه، على اللاين، وهو عمودي على اللاين. يبقى انا كمان ممكن اعمل بلان على مجرد سكتش، خلاص مش لازم يبقى فيه اصلا فيتشر معمولة او بارت معمول عشان ابتدي اعمل منه بارل او اعمل منه بربنديكولار. لا ده انا ممكن عن طريق السكتش اعرف البلان. تمام كده، ودي كانت اخر حاجة في الايه، في البلانز. حد عايز يجرب بسرعة كده قبل ما نخش على الريب؟ حتى يبعت لي على الشات بسرعة يقول لي ما هتست يعني. غير باشمهندس عمر، رسمة للمليمتر ولكن دايمنشن كلها. ايوه انا عارف ان الدايمنشن كلها اللي انت مثلا حاططها انش هتبقى 2.4 اللي انت يعني هتتحول. بص بقى، بص اللعبة دي ممكن بتاعتها، حلوة. بس انا عاوزها كلها تتحول، يعني مثلا انا حاططها 10 انش عاوزها تتحول ل 10 مللي، هل ممكن ولا مش طيب ممكن؟ هو العلاقة ما بين الانش والملي قد ايه؟ مش 2.4 تقريبا ولا حلو، او حاجة زي كده؟ حلو. او تقوم واخد على الاقل من 2 ل 3 لاين كريفرنس يعني معايا، وبتخش تعمل حاجة اسمها سكيل. تمام. بتعمل السكيل بتاعك هي الريليشن ما بين الانش والملي، وبتبتدي بعد ما تخلص السكيل تبتدي تست بقى البارت بتاعك، كل او الثلاثة اربعة لاين اللي انت واخدهم ريفرنس ليك هم اتحققوا بنفس السكيل او ادوك نفس الدايمنشن اللي انت عايزها ولا لا. ده الحل الوحيد، تمام، فهمت حضرتك. ده الحل الوحيد للقصة دي. تمام، ماشي، شكرا. تستو كده وقول لي. طب معلش لو توريني ازاي بتتعمل لو ممكن، يعني مفيش مشكلة، خلاص بعد بس ما اخلص الستيشن دي هقول لك عليها مع بعض، مفيش مشكلة. خلاص تمام، مفيش مشكلة. ماشي يا باشا. تمام يا باشمهندس، خلاص كده يعني عملتها. ده الصوت شغال اهو يا باشمهندس. تمام خلاص. طب نكمل بقى، نكمل اللي احنا وقفنا عنده. احنا هنعمل دلوقتي حاجة اسمها الريب، حاجة اسمها الريب. خلاص، عشان اعمل الريب اللي انا عايز اعملها دي هضطر اعمل بلان. تمام، في نص البارت بتاعي اللي احنا كنا رسمينه قبل كده على مسافة 10 مللي من الايه، من السطح الايه، من الوش بتاعي اللي هو تحت. نرجع تاني للرسم. يبقى خلاص، وده خلاص، طيب فين ال ايوه ماشي كده، ده اللي احنا كنا لسه شغالين عليه في من شويه. هبتدي اقول له انا عايز بقى، احنا اتعلمنا خلاص دلوقتي نعمل ازاي ريفرنس بلان. اقول له انا عايز اعمل ريفرنس بلان من الفيس ده، تمام، وعامل سليب للاوفست، وهقول له 10 مللي. تمام، هينفذ لي بلان مسافة 10 مللي من الايه، من الفيس ده. اوكي تمام، هقول له تمام نفذ.
فعندي بلان واحد، بلان واحد بينه وبين الفيس 10 متر. هرسم بقى الأول، نبص كده على الباوربوينت أهو، بيقول لي هترسم اتنين لاين، هترسم اتنين لاين على بعد 5 مللي، ومش مديني أطولهم هتبقى قد إيه، ومش مديني أطولهم هتبقى قد إيه. فهاجي كده وعلى البلان ده وأقول له سكتش، تمام، وهرسم اتنين لاين. أنا كده على البلان يا جماعة، عشان بس محدش يطلع، أنا كده برسم على البلان، تمام، إن أنا لسه فاتح. أهو أنا برسم على البلان ده اللي أنا عامله، وهرسم الاتنين لاين أهو، 5 مللي، واحد أهو، بس أنا الشكل عندي أنا مقلوب، الشكل عندي أنا كده مقلوب، أنا المفروض الشكل التاني بقى كده، عشان أبقى ماشي مع الباوربوينت، تمام. 5 مليم هنا و5 مليم دايمنشن. وهاجي بسرعة على ريب فيتشر، ريب فيتشر فين اهي، كام بقى الريب بتاعتي؟ 1.5، ناتشرال لينير، اتجاهها كده مظبوط. هتتغير الاتجاه، هقول له اوكي كده، هو نفذ الرد اهي، شايفين يا جماعة اهي الرد اهي بالشكل ده. انا كده عملت الرد اللي هو العصب يعني، بمعنى بالعربي يعني العصب، عشان اقوي بس الجسم الايه بتاع الايه الشاحن بتاعي ده. انا عملت العصب ده عن طريق الريد فيتشر، طبعا برضو ده عشان اسيبه بالطرق التقليدية وياخد الشكل المايل ده وينزل يمنع الفراغ ده ويطلع يقطع ده، كل ده فيلم كبير عشان ارسمه بالطرق بتاعت اكسيتود وستريت كات والكلام ده. لما هي برضو خطوة واحدة عملت الايه الريد، تمام. في ريب تانية اهي، هجيبها ازاي؟ اللي هي دي، هبتدي اعمل البارت بتاعي بالشكل ده. فاكرين لما قلت لكم ان احنا ممكن نعمل حاجة اسمها الواير فين؟ اهو هيبين لي كل الداخل، الداخل بتاع الجزء بتاعي. انا عايز اعمل الريب بتاعتي من هنا كده ما بين الحتة دي والحتة دي. عند اللاين ده هقول له طيب الأول أنا هرسم على إيه قبل ما أشتغل؟ التوب بلان ولا على الفرونت بلان ولا على الرايت بلان؟ على الرايت بلان هو اللي أسمي الشكل الجاهز منه، تمام. نبعد عند الرايت بلان وأقول له سكتش تاني، سكتش convert، هو كده convert ال empty time line ده. انا بقى ممكن اتحكم فيه ان انا اشد ده كده
خلينا حتى تمام، هو كده كده اون ايدج برضه، بس انا حركته بس ايه من هنا لهنا. تمام، ارجع تاني لرسمتي اهو، عملت ده من هنا لهنا. الريدة بتاعتي قد ايه؟ كونفرت الايدج، لا دي حاجة تانية. طيب نخلي الريدة الأول وهنقول فيتشر لازم نكليد الدايركشن بتاعها زي ما هي برضه مش اوكي. خلق لي الريب هنا، طبعا هي مش باينة عشان واير اهي، دي ما كانتش موجودة، اتخلقت عن طريق اللاين اللي انا عملته. ممكن نظهرها دلوقتي، تمام اهي. انا كده عملت الريب الثانية. بعد كده نتعلم حاجة في الفيت اسمها فول فيلت، او يعني فيلت كامل يعني اهو، فول راوند فيلت، فول راوند فيلت. ده بيحتاج تلاتة فيسز، تلاتة فيسز عشان يعمل فيلت حواليهم، وده هو اوريدي بيتخلق طبيعي يعني، هو ما بياخدش منك دايمنشن يعني، هو بيجي على الفيس اللي فوق دوت وبيعمله لك. انا فوق اوتوماتيك بيدوره، بياخد التول ده ويعمله ايه، نص قطر ايه، او بيعملوا نص قطر الايه الفلت بتاعه، مش اوكي يعمل لك الفول راوند فلت. تمام، بس اخر حاجه بقى السين فيتشر دي انا متهيألي احنا خدناها قبل كده، بس ممكن يعني ناخد عليها سيرفي كده سريع. الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده انا ممكن اخلقه عن طريق لاينز، بس مش كلوز كونتور. كده خلصنا الرب خلاص. لو في حد برضو عنده اي سؤال على الرب يبعت لي على الشات على طول. هفتح فايل يوزني بورد، وهيجي مثلا على فرونت بلان، وهرسم لاين سنتر لاين، وهعمل الشكل اللي احنا شوفناه ده. مش لازم يعني تبقى نفس الدايمنشن اوي، وعامل مفتوح. تمام، طبعا هو الرسمة كلها عندها ديفايند يعني، فأنا ممكن أتحرك كده زي ما أنا عايز. هعمل الشكل ده، أو اللاين ده قصدي فور كونستراكشن، واللاين ده فور كونستراكشن، وهقول له اعمل لي ريفولف للاينز، مش لازم يبقى كلوز كنترول. طيب أول ما دوست ريفولف لحاجة اوبن كنترول هيقول لي هو هيعمل لي سن، أو سن ريفوليوشن فيتشر ريكواير كلوز سكتش، would you like to sketch automatically closed؟ Topic material used on the
وهيطبق مفروض معايا السين فيتشر. انا هقول له اعمل لي السين فيتشر، هو كان عايز يقفله لي، فانا اقول له اعمل لي السين فيتشر. طيب كده ونرجع، طبعا مفيش هنا اي عشان هنقول له خليها مثلا ثلاثة. وادي الرايت الاول ده ايه الاكس بيفور، سوري هاند جولف هاي الاكس ده هو اوتوماتيك خد هنا 3 مللي من اللاين ولفف ده كله حوالين الاكس ده. ناخد كده سكشن هنا في حاجة مش مظبوطة. بعد إذن حضرتك بس يا دكتور الصوت شوية، فهو عايزين بس الصوت يبقى أعلى شوية. حاضر. اه المايك بس بعد شوية عنده. ماشي تمام تمام كده كده تمام يا دكتور. اه اللاين ده تخلى كده لوحده. اه يا جماعة الشكل بتاعنا يبقى حلو كده. يبقى انا كده عملت ريفولف عن طريق السين لاين تيتش خلاص. هو وبالمثل بقى اقدر اطبقه على كل اللي كل الفيتشر اللي احنا اتعلمناها يعني. يعني ممكن اقفل كده واخليه كلوزد واعمل برضه السين لاين فيتشر دي، فيبتدي يعمل لي اللي جوه فاضي زي لكن دي نجرة جوه الايه البارت بتاعي. نفس القصة ممكن اعمل اكسترود على لاين، ممكن اعمل ايه كلوزد واعمل له ايه كلوزد كونتور واعمل له ايه اكسترود اكنه سين لاين. تمام هيدوني بالشكل ده. تمام بس كده خلصنا كده النهارده. ما افضلش ان انا ابدا في موضوع الايديتنج اند ريبير المره دي عشان ده موضوع عايز ايه نكون في بدايه المحاضره كده والدنيا كلها ايه مركزه. آه ان شاء الله نكملها المحاضره الجايه. الموضوع ده مهم جدا في الايديتنج اند ريبير ده. ما اعتقدش ان انت هتلاقيه على اليوتيوب او هتلاقيه في اي حته تانية. ما اعتقدش ان انت هتلاقيه في اي حته تانية على اليوتيوب. فإن شاء الله الناس تبقى إيه جاهزة معايا المرة الجاية إن شاء الله وناخد الجزء بتاع الإيديتنج أند ريفيو. لو في أي حد عنده أي سؤال أو في أي حد أتمنى كل يحل الإكسرسايز اللي على ليسون 7 و6 واللي قبل كده، ولو في حد وقفت مع حاجة يا جماعة يا ريت إيه يكلمني. وبرضه أنا يعني كنت نويت قبل كده على موضوع البيج بتاعتنا، لو حد عايز الماتيريال بتاعت مش الماتيريال بتاعت الباوربوينت، الماتيريال اللي هو الشرح تمام يكلمني على عن طريق رسائل الصفحة، عن طريق رسائل الصفحة وانا هبعته الماتيريال. تمام ايه يا باشمهندس محمد؟ مش باشمهندس محمد بيسأل على حاجة ده وانا برسم يعني اللي هو اللاين اللي اتعمل ده حصل ازاي الاستريتش يعني؟ ما هو انا مش الرسمه بتاعتي الحركه اللي هي حصلت بتاعت اللاين ديت في تفسيرها يعني ان ما فيش دايمنشن يعني الرسمه بتاعتي مش فول ديفاين، فانا بتحرك زي ما انا قلت لكم قبل كده اي حركه بتحركها ممكن تبقى تعمل ايه حركه عشوائيه يعمل لي مشكله في الايه في الديزاين بتاعي. انا ما عنديش مشكله يا باشمهندس احمد، ما فيش مشكله. اي حد محتاج ماتيريال يبعت لي مسج على رسائل الصفحه وانا هبعتها له على طول على الايه على الصفحه. تمام عشان لو في اي حاجه نقدر نتابع بعد كده على الصفحه برضه. ما فيش مشكله. حاضر عيني. حاضر.
طيب في اي حد عنده اي استفسار تاني او على اي سؤال تاني؟ شكرا لكم يا جماعة، وان شاء الله اشوفكم بإذن الله المحاضرة الجاية.